السلام عليكم اخوتي، كيف راكم؟ توحشكم بزاف. المهم هذه الحلقه هذه التتمه نتاع الحلقه اللي دازت، اللي مازال ما تفرجش في الحلقه اللي دازت يدخل ويتفرج فيها. المهم هذه التتمه، واجيو مرحبا بكم في الفيسبوك، ها هو سوفيا اجعد تما كتحطوا لي فيديو، كتحطوا لي اي حاجه نديروا عليها رياكسيون، اجيو كاملين. وعلى انستغرام ها هو يتوب عليكم. قليل غادي يفهمها، قليل غادي يفهمها، وليني راه ضربته في الرومبوا، ضربته في بلاصه اللي ما ضربنا في الراس، ضرب في الكتف، ضرب في ما عجبك الا ديك البلاصه. لا 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 اي سان شي 5 درهم ديال الكونيكس، كتقول ما لقيناش نمشيو عند خديجه نطيحوا ليها المورال ولا نطيحوا لها ما عرفتش. لا 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 عمرنا نطيح لكم انا في السكه، واخا ما عرفتش شنو يكون الطيحه ديالي انا. سيري حدا امك قولي لها تعلمك تعجني، ولا قولي لها تعلمك طيبي، ولا تعلمك طيبي. انا كيتك كاع ما توصليني راه لا الحمد لله، راه بداري مزوجه بولدي، هازه مسؤوليه اللي ما حنتوش قدي تهزيها، وعاد جاي كتحلي عليا فمك. كنت خدامه على راسي. ثاني حاجه جاي كنوجد في عشايا لولدي وراجلي وعائلتي. كاينه اما انتيا كاينه الصباح وقالوا انت مشيتي في شي ماطو ماما جيب لي نشرب، ماما عطيني ناكل، ما جاش كتنوضي كتبدا تنحصري في امك. سيري سيري ملي تمشي تحدانيش انا. شي جاوبوها نتوما، واش تهضرات عليا انا؟ هضرات عليا انا، راه خصني داك راجل هو اللي يهضر. دابا نبقاو نتناقلوا مع وليا، هي راه جبدتكم نتوما، هي نتوما اللي كتعدى اللي زعما كومونتيتو لها تعديتو عليها وهي تعدات عليكم. مرك سيركوي نايض بيناتكم البنات، جاوبوها نتوما حيت هي كاع خص راجلها مسؤوليه. هزه مسؤوليه والله العظيم، بالاخص انت. لا والله العظيم لا انت، نقدروا نقولوا هزه مسؤوليه فري الله يحسنها، ولكن راه راجلك راه معاه هز لا مسؤوليه لا والو. هذاك راه هو زعما قامتي انت الله اعلم مزوجه، انت بعقلك عليه. ويلا تهزي مسؤوليه حاولي انك تقولي له يحيد داك الشعار وكذا وهذا، ودبروا راسكم انا مالي. والله العظيم ما بقاش الظهر كيضرك، ما بقاش السنسور كيضرك، والله يخليك الوليدات كي يا ربي. بنادم ينشط، حنا اش نصوروا من هاد الدنيا هذا؟ بنادم يضحك وينشط حتى يلقى راسو. حب نضحك من قلبي. الله يشافيك، الله يشافيك اخويا ويشوف من حالتك. بعيد عليا كامل البعد، واخا كنت كنتهاجم عبر هذاك الحساب اللي اسمه حمزه مون بيبي، لكن ما غاديش نتدخل في هذا الشيء هذا. ولا كانت بصح انه قال تبرت في الحبس، كنقول انا الحبس ما نبغي حتى شي واحد، واخا العدو ديالي ما غاديش نبغي ليه الحبس. والغلط كيوقع، اذا كانت غلطات الغلط كيوقع، والله يسهل عليها. شكون هادي دابا؟ ما عرفتش هذا بعدا شكون هادي. ها هي ما عرفتش واش كتبان ديك ابتسام تيسكت، ولا هي ابتسام تيسكت، ولا الله اعلم، وما والله ما عرفت. المهم زعما الدنيا باطل، بقينا تابعينها 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 حتى دبرات عليها. والله العظيم بقينا تابعينها مسكينه، حتى دبرات عليها، دبرات عليها مشكل ما تبغيش العدو. دابا راه ولات واقيلا بشي 60 مليون الكفاله، واختها طلعت ل 30 مليون، وممنوعين من السفر. شوف ما حدا وصلت لهذا النيفو هذا نتاع انها تخلص الفلوس على الكفاله، باش كفاله وما تسافرش من المغرب، باش تخش من المغرب. ان القضيه راه فريره مورطه في هذا الحساب ديال حمزه مون بيبي. حيت ما يمكنش كون ما كدايره والو، اقسم بالله شي واحد ما يقرب لها، ولا يقدر شي واحد يقرب لها، كون ما كانش شي دليل وشي حاجه بان علاش يمنعوها من السفر وكذا. بغينا الكرهنا هذيك، راه شاده جوج الاوسيمه وكذا، والمعارف والفلوس وكذا، يعني ما غاديش يجيو غادي يتعداو عليها، يتعداو على شي واحد درويش، واخا شي واحد ما عنده لا حالة تفاحة، ما عنده لا فلوس لا والو، يتعداو عليه ضمصوه. ولكن وحدة بحالها هي ما غاديش يضمصوها، وزعما إلا كانت مورطة فيه بغي زعما الصراحة تستاهل، تستاهل بالرجوع، تستاهل أنها تحاسب وتعاقب هي وأختها. ما كاينش
تساح شحال من وحده، شحال من وحده تعدات عليها، شحال من وحده واحد المذيعه في شي قناه عربيه جراو عليها من الخدمه بسبب داك الحساب مون بيبي، وكانت تتزوج وتصدق ما تزوجات، وشحال من وحده تهاجمات، وشحال من وحده تحطوا التصاور ديالها ولي فيديو ديالها وكذا، يعني فهمتي الا كانت عندها شي علاقه تساح بزاف. لانه جا عندي اعز صديق من الامريكان وقال لي راه غنجيب لك معايا كادو، واليوم وصل انا تنتسنى غير كادو الصراحه، وتنتسنى حتى هو قال لي كادو ما غتنعش. انا ما فهمتش، قال لي شوف حياتك عمرك ما شديت شي كادو بلا ما تفكر في شي حاجه، باغي نجيب شي تليفون وبغي زعما شي ايفون 11 برو، حنا نمشيو نشوفو انا وكاد الكادو. الشيء هادي هو نعمة الصديق، شي كادوات، شي صديق، شي صديق اللي تفتخر به قدام عباد الله، الصديق اللي تقول بان عندي صديق فري، هذا هو الصديق. راه ما نكذبش عليك ويقول هذا هو الصديق، هذا هو عشيرك، هو اللي يجيبك طوموبيل يقول لك هاك هاك اخويا سفيان ها الطوموبيل، ماشي كاع تكون بحال هادي. المهم حنا ما طالبينش بحال هادي، ولكن او موا طوموبيل تكون فهمتي كليماتيزي اوتوماتيك اللي كانت افضل ما فيها ما بقى ندوز الفيتاس تاع بروميان ها دوزيام تروازيام، لا اوتوماتيك كان افضل وتكون كبيره. ايه والله يجيب، الله يجيب شي خروف. دابا بعقلك وبمستاشك تبارك الله، عندك واحد المستاش اللي ما شاء الله نيف كبر من نيفي، واخيرا لقيت شي واحد نيفو كبر من نيفي، واخيرا هذوك الناس ديال الانستغرام اللي كازي كيضحكوا عليا كيقول لك نيف كبير، ها هو واحد عنده نيفو كبر من ديالي، ها هو الحمد لله، وعملها زعما بشلاغمك ما شاء الله وتبارك الله، باين فيك زعما راه نحطوكم مع الناس الكبار تعشى، وانت تبع لي البراش زعما انت يا ندوزو فيديو لمور. ويلي كوشتاجو سيري اختي، سيري الله يسامح، سيري نعشيطك، انتي مولات العقل، انتي مولات العقل. داري كون شداتو بديك الصباره والله كيما قال الاخر، الحمد لله نشكرهم على هادو ديالنا والله العظيم، بالرغم من الحمد لله والشكر. شوف تبارك الله كي دايره والله صحيحه عليا، داري الضربه هذه بالصرفيقه صافي والله تدوخك، تكون مزوج وحده بحال هادي والله العظيم تتولي انت تسيق بلاصتها، او تمشي تضربك شي تصرفيقات نشرك عرفتي، مزوج راجل ماشي مزوج مرا. السلام عليكم، قال سيدي دازيم غدا هاد الافلاس هاد جاكوار هولندية، هاهي كتسافر هولندا درقة عارفين غير العباد الرهاري سيدي، حيدو لينا 55 درهم، علاش حيدو 55 درهم باش تشريو ليهم جاكوار؟ والله العظيم لا مشكلة بالله، وحق انتي راه مكرهوش اصاحبي يمصو الدم ديال بنادم، ما فهمتش شكون اللي كيتفرج في هاد الدوزيام، شكون اللي باقي كيتفرج في هاد الدوزيام هادي اللي حنا كنخلصو عليها، ما شكون اللي باقي كيتفرج والو، تشوف مابقا كاع اصلا كيشعلوا التلفازات، التلفازة مابقاتش كتشعل، بقات واحد 5 سنين ولا 6 سنين تنقار التلفازات، ولي حشومة عندك تلفازة في الدار راه حشومة، وعاد زيد 55 درهم ولا 58 درهم نخلصوها. احسن من كنت غادي نوقف الفيديو ساعه لا باس وقف بوحدو الا بقيت كنتفرج، المهم يكون هذا ما ماشي من هذوك، لا حتى نتوما واش نتوما اللي شطح صاحبكم راه من دوك الناس، لا المهم هذا تلقى فرحان بشي بنت ولا ولدو ولا شي واحد اللي تزوج وفرحان وقاس منشط البطوله قدام العيالات وسط العيالات، ايه يا عمي الحاج، ايه يا عمي الحاج وفي وسط العيالات وكذا، والعيالات طلع له الشان، يا عمي الحاج، عمي الحاج فرحان قاعد طلع الجلابه بحال غادي يدخل الطواليت. المهم
تحيه لهذا الشريف هذا بيس ليك والله العظيم. تهلاو فريسكم وتهلاو في والديكم، معنا ان شاء الله فيديو جديد. شوب عليكم.